والله انا ما انا خايف على عيوني لا نظري راحني، انا خايف على اولادي من الجوع. طيب وانا شلون بدي اقدر اشتغل وانا ما بقى اقدر اشوف؟ سبحان الله انا ما بقدر اشوف اولادي، بس بحس بصوتا انهم جوعانين. والله هذا اكثر شيء بيوجع قلبي، بس بدي نظري يرجع بس مشان اقدر ارجع اشتغل، بس مشان اقدر اشوف ابتسامة اولادي وانا جايب لهم الاكل وجاي على البيت.